نجومنا المحبوبين على المستوى العربي وعلى المستوى السعودي، وانا شخصيا كنت متيم بيه، لاعب كوره ممتع وجميل ومبدع ورائع. التقينا اكتر من مره الى جانب موهبته، احترامه، اخلاقه، ادبه وخفه ظله. ومن الحاجات اللي اسعدتنا كلنا كمصريين بصفه عامه واهلاويه بصفه خاصه انه مباراه اعتزاله 12 نوفمبر هكون تكريم 5 نجوم ستجمع ما بين النادي الاهلي ونادي اهلي جده، وايضا لقاء اصدقاء خالد مسعد. خلينا نرحب بنجمنا الجميل السعودي خالد مسعد. كابتن خالد سلام الله عليكم، ازيك، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله كابتن شوبير. ازيك؟ هذه الساعه المباركه حبيبي، الحمد لله. حبيبي عز نعم الحمد حبيبي. لله. يعني زمان عنك. كان خبر جميل يا خالد ان احنا نقرا انه الاهلي المصري والاهلي السعودي في مباراه لتكريم خالد مسعد، وانا عارف انه كان في تفكير من زمن لكنه الحمد لله ان الامور تعود. اخترت النادي الاهلي ليه؟ وتوقعاتك لهذا اللقاء والحضور الجماهيري والمتعه اللي بنستمتع بيها دائما وابدا في لقاءات الانديه المصريه والسعوديه. وعايز اقول لك ان مباراه اعتزالي كانت ما بين الاهلي المصري واهلي جده ولكن في القاهره، الان مباراه اعتزال خالد مسعد في جده ما بين النادي الاهلي السعودي والاهلي المصري. والله هذا يعني شيء يسعدني كثيرا، موافقه اداره النادي الاهلي على قامت مباراة حفل اعتزالي. وأنا بصراحة من الناس المتيمين بالنادي الأهلي، يعني مع احترامي لجميع الفرق في مصر، ومن زمان يعني من زمن بعيد أنا بحب النادي الأهلي للأمانة. نعم. يمكن التوأمة برضو بين الأهلي السعودي والأهلي المصري هذه كان لها دور كبير يعني بصراحة. نعم نعم. فأنا من عشاق ومحبي النادي الأهلي للأمانة. أنا عارف إنك حتى فضلت الأهلي على أندية أوروبية كمان. نعم نعم بالفعل. نعم. بالفعل يعني كان هناك يعني فرحة أندية أوروبية، ولكن أنا فضلت النادي الأهلي، ورغم تأخره يعني يمكن عارفين الظروف، يعني كان في سوبر إفريقي يعني من بين الأهلي والزمالك، فتأخر الرد وأنا كنت في يعني في قلق والله العظيم، ولكن الحمد لله يعني. هذا العشم في إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. نعم. أوجه له التحية وأمسي عليه بالخير وأعضاء إدارته المحترمين على التعامل الراقي للأمانة. ده صحيح. أنا عايز أسألك بقى، يعني في الحقيقة سنة جميلة موجودة دلوقتي في المملكة، وهي إنه لا ينسى نجومه الكبار. يعني أنا كنت موجود في مباراة فؤاد أنور، كنت سعيد جدا، وبعدها أيضا تمت مباراة أو مباراتين، والآن خالد مسعد. شعورك ايه بعد كل هذا يعني الانجاز والاداء والعطاء للمنتخب السعودي والنادي الاهلي السعودي، انك بتكرم الان بعد كل هذه السنوات؟ وليه تم التاخير او ليه كان التاخير في التكريم؟ والله للامانه يعني في ظروف كثيره يعني مرت فيها، والحمد لله تجاوزتها، ولكن الحمد لله يعني المسؤولين في المملكة الحمد لله يعني لا يتخلوا عن أي لاعب، سواء خالد مسعد أو لاعب آخر. صحيح صحيح. فأنا أحمد الله وأشكره للأمانة على على هذا التكريم، وإنه يعني جاك وقت متأخر، يمكن ما يقارب بعد 21 سنة من التوقف من دولة كرة القدم. فأحمد الله وأشكره. طبعا يا كابتن أنت عارف أي لاعب يتمنى إنه إذا كان مشواره طويل في الملاعب وبطولات وإنجازات مع نادي مع منتخب، يتمنى اليوم هذا يعني. صحيح. هذا يوم حرفه يعني إن هو يودع فيه كرة القدم، والحمد لله الله أكرمنا بهذا الاعتزال. أشكر أنا كل من ساعة. نعم. في اعتزال خالد مسعد، أشكر وزير الرياضة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أشكر رئيس الاتحاد ياسر المسعد، بصراحة يعني من الناس اللي كانوا ملازمين خالد مسعد يعني من قبل الاعتزال ومن قبل يعني بالذات في الفترة اللي مريت فيها العقيدة. نعم. وأنا أشكرهم جزيل الشكر وكل من سأل عن خالد مسعد. أنا عارف. وأيضا الشكر ممدود لأخويا، يعني طبعا هذاك يعتبر أخويا شقيقي اللي هو نصال الظاهري رئيس جمعية اللاعبين القدامى وجميع أعضاء الجمعية. أنا عارف الفترة الصعبة، لكن الحمد لله أنها مرت على خير. الحمد لله. والحمد لله أنه خالد مسعد بيعود لنا من جديد. هل هناك من مفاجآت سيشهد هذا الاحتفال؟
والله إذا قلتها الآن ما حتصير مفاجأة. يعني يعني المفاجأة أتمنى أنا الكابتن أحمد شوبير يجيب الجلفزات معاه وأشوط عليه فاول أو بلنتي. أنا موافق جدا جدا، واعتبر إن أنت سجلت الهدف من دلوقتي يا خالد، ده يعني حاجة تسعدني والله. بس أنا مش عارف هقدر أترمي ولا هقدر أطير ولا أنت هتقدر تشوط أنت؟ يعني للأمانة المفاجآت يعني إن شاء الله عديدة. نعم. يعني يوم حيكون حاسم يوم رياضي للأمانة. يعني الشيء الجميل إنه حيشرفوني جميع نجوم الكرة السعودية. الله الله. نعم. يعني لا يوجد هناك لاعب أجنبي يعني. نعم. يعني كلهم لاعبين كلهم نجوم السعودية. حلو قوي حلو قوي حلو، ده كلام جميل يعني. هذا عرس سعودي يعني، ما هو عرس خالد مصعب بالذات، ولكن عرس سعودي يمكن الجميع يعني بيسعى يعني للحضور من خلال ما قدمه خالد مصعب وزملائه في فترة التسعينات ومن بطولات وانجازات. يعني هذا الشيء اللي خالد. نعم. إلى أن نلتقي إن شاء الله في مهرجان اعتزالك بإذن الله.